يعني يشهد من 2014 مستمرة ومتتالية. كان نهاية الجهود أو نتائج الجهود اللي حدثت في هذا القطاع أنها في زيادة حجم الكفاءة الذاتي من عدد كبير جدا من محاصيل الخضر والفاكهة. تقريبا كل محاصيل الخضر والفاكهة نحتاج كفاءة ذاتي وبنصدر جزء يفيد عن احتياجاتهم. وشفنا اللي بيفيد ده قدر يخلينا ان احنا نكون من الدول المتقدمة على مستوى العالم في صادرات عدد متنوع من المحاصيل زي الموالح زي الفرخة زي البطاطا الطماطم. كل دي محاصيل شهدت تفرق كبيرة واصبحت من ضمن ترتيبات العالمية على حجم الصادرات الكبيرة بالنسبة لهذا القطاع. الحقيقة كمان مصادر البروتين من أصل حيواني وده أمر في غاية الأهمية. فالنهاردة حتى الاجتماع ده بينصب جزء كبير منه على هذا المحور. البروتين من أصل حيواني اللحوم الحمراء فقط، إنما هي مجموعة مصادر من البروتين من أصل حيواني. نلاقي اللحوم الحمراء، نلاقي الألبان، نلاقي الدواجن، نلاقي المائدة، نلاقي الأسماك. كل دي مصادر متعددة في البروتين من أصل حيواني. وشوفنا تفوقات في الإطار نحو وتطوير منظومة الثروة الحيوانية المملوكة لها المزارعين. قولي دكتور محمد معلش، أصل أنا واضح إنه في حاجة في الصوت بسمعك بتركيز جامد جدا. قولي الوضع دلوقتي إيه؟ قولي الوضع دلوقتي عندنا إيه؟ إحنا عارفين مجهود والمتابعة وكل ده عارفينه. الوضع دلوقتي عندنا إيه؟ طمنا. إحنا عندنا الحمد لله شايفين بالنسبة للإنتاج الحيواني إحنا كان عندنا كفاءة ذاتي قبل 2014 نسبته لا تتعدى 40%، النهاردة قدرت تزيد النسبة وتوصل لحوالي 60% ويمكن بنتجاوزها كمان، حتى ده أكتر كمان من اللي كان المخطط اللي إحنا عايزين نوصل له. شايفين الدواجن، لحوم الدواجن إحنا بنوصل فيها نسبة كفاءة ذاتي تقريبا مقربة من 100%. بيض المائدة قادرين نوصل نسبة كفاءة ذاتي فيه بنسبة 100% تقريبا. الألبان ومنتجات الألبان شفنا طفرة كبيرة حدثت فيها، احنا دلوقتي أصبح عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي من الألبان ومنتجاتها. والتوسعات اللي بتحدث النهاردة وتطوير السلالات كمان الدولة بتنظر بهذا الملف بنظرة اهتمام، قد السياسة بتتابعه بنفسها في تطوير وتحديث هذه المنظومة. فشايفين جهود كبيرة بتبذل في تطوير منظومة الألبان، وشفنا مراكز تجميع الألبان اللي بيتم إنشائها، أكثر من 200 مركز تجميع ألبان بيتم إنشائهم، بيتم العمل على تطويرهم. كل مركز من هذه المراكز حصل على شهادات معتمدة من الجهات الدولية المختصة باعتماد سلامة الغذاء، ونتج عن هذا الكلام أصبح عندنا 200 مركز حصل على شهادات دولية قادر أن يصدر للخارج، قادر أن هو يكون موجود في الحقول. تصدير من إيه؟ المنتجات الألبان، منتجات الألبان ده بتضمن دي شهادة اسمها شهادة الهصب، بتدي شهادة دولية معتمدة للمواطن أو للمنشأة إن هي بتطبق المعايير الخاصة بسلامة الغذاء. أول حاجة ده ضمان لجودة المنتج المقدم للمواطن المصري، دي الأهمية الأولى ودي الأولوية الأولى. الحاجة الثانية إن دلوقتي لو في فرص تصديرية وإحنا دلوقتي قدرنا نحقق كفاءة ذاتي نقدر إن إحنا من خلال هذه المراكز يتم عملية التصدير، المراكز اللي حصلت على شهادات اعتماد، وإحنا بالفعل أنشأنا وطورنا أكثر من 200 مركز، والشهادات دي بالكامل كانت بتتحمل تكلفتها وزارة الزراعة نيابة عن القائمين على تنفيذ هذه المشروعات بإجمالي 50,000 جنيه لكل مركز أو لكل شهادة منه. الحاجة الثانية إن طبعًا ده بنستمر في سلسلة تطوير رؤوس المشي المملوكة لدى الفلاحين والمزارعين، طبعا ده هيبقى له انعكاس ايجابي كبير لتحسين دخولهم لان رأس المشية تقدر تدي انتاج اعلى تضاعف انتاجها وبالتالي ده